حمية الصوم المتقطع المعروفة بالفايف تو دايت حمية جديدة تعتمد على تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام والانقطاع عنه لمدة 2 يوم. تطبق هذه الحمية بتناول 500 سعرة حرارية للنساء و600 سعرة للرجال خلال 2 يوم في الأسبوع، وتناول 2000 سعرة حرارية للنساء و2500 سعرة للرجال في الأيام الخمسة المتبقية من الحمية. وللحصول على نتائج ينصح باتباع هذه الحمية لمدة 6 أسابيع. من جهتها أكدت دراسة بريطانية حديثة أن هذه الحمية لها فوائد صحية عدة، منها الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. فالصوم لمدة 2 يوم يقلل من نسبة الأنسولين واللبتين الهرمونات المغذية للخلايا السرطانية. كما تبين أن التقليل من تناول النشويات لمدة 2 يوم في الأسبوع يقي من بعض الأمراض كالسكر والكوليسترول، لا سيما من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. آسيا صفي الدين، العربية.